التحالف الوطني كيان تم إنشاؤه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده الكيان يضم أكبر الجمعيات التنموية الأهلية اللي موجودة على الأرض. ولما تمت انضمام الهيئة القبطية للتحالف الوطني وأصبحت عضو فعال داخل التحالف الوطني، تم كتابة المشروع، ومشروع مبادرة إزرع دي فكرة الهيئة. تم تقديم المشروع للتحالف الوطني، وفعلا تم دراسة المشروع ولقوا انه ليه صدى جميل، وخاصة ان احنا الدولة ماشية ان احنا تكون مأملنا الوضع، وخاصة في الامن الغذائي. المرحلة الاولى نجحت وكان نجاح جميل جدا، عرفنا نغطي 5 مراكز في الدقهلية. المرحلة الثانية بتوصيات فخامة الرئيس احنا عرفنا نغطي في الدقهلية بالتحديد كل المحافظة، مستهدف 90,000 فدان ب 45,000 مزارع. احنا يعني بدأنا ناخد خطوات جميلة جدا. المبادرة بتشتغل على 3 محاور رئيسية: توزيع تقوى القمح. توزيع تقوى القمح تم التوزيع وما زلنا في مرحلة التوزيع. توزيع تقوى القمح بيبقى بنصف الثمن للمزارع. اللي عنده هياخد فدان ونص 3 شكاير هيدفع على الشكارة 275 جنيه، اللي هياخد اكتر من كده هيدفع 330 جنيه. الفدان يجيب اقصى انتاجية. ديت مهمة قوي بالنسبة لنا وبالنسبة للدولة وبالنسبة للمزارع. الفكرة كلها ان محصول القمح كمحصول استراتيجي هام جدا، ده رغيف الخبز بتاعنا كلنا. اهتمام فخامة الرئيس بالمزارع اهتمام كبير جدا جدا، وده اللي بيترجم في شغل على الارض في عدد من المبادرات والاهتمام. الحقل اللي احنا فيه الوقت دي فين بالظبط؟ الحقل ده بيتبع ورانا 12 فدان مزروعين بتقاوي مبادرة ازرع. الحاجة اللي احنا عايزين نركز عليها مبيدات الحشائش يا حضراتكم. مبيدات الحشائش النهارده انا بشوف الاول، بحدد نوع الحشيشه اللي موجود عندي، وبعدين بختار المبيد اللي هو مخصص للحشيش. في عندنا حوالي 26 مبيد للحشائش العريضه، و22 مبيد للحشائش الضيقه، وفي 8 مبيدات تجيب الاثنين مع بعض.